السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في lesson 2 matter construction. في الدرس ده هنتعرف على ال matter consist of what، المادة دي بتتكون من ايه. طبعا احنا عدى علينا قبل كده ان احنا خدنا ال human body اللي هو جسم الانسان، بيتكون من حاجة بسيطة جدا صغيرة جدا اسمها السل. فكنا بنقول ان السل ده اللي هي the smallest part of body، ده بالنسبة للليفينج سيل. وكنا بنقول ان في عندنا انيمال سيل وبلانت سيل، الانيمال اللي هي في الانيمال اند هيومن، والبلانت اللي هي موجودة في البلانت. تمام، النهاردة كده هنتعرف على حاجة جديدة اللي هي الماتر كونستراكشن، المادة بتتكون من ايه. في البداية ده الماتر، طبعا الماتر احنا عرفناها في ليسون 1، عرفنا ان الماتر ده it's anything around us that has mass and volume، اي حاجة حوالينا بتتميز ان ليها mass and volume بنسميها matter. فالماتر ده فالماتر دي consist of what، نلاقي ان الماتر دي بتتكون من حاجة صغيرة جدا، الحاجة الصغيرة دي بنسميها molecule، اسمها ايه؟ molecule. تمام، هنتعرف في الليسون ده على المولكيول وهنعرف خواص المولكيول. تمام، طيب وفي ليسون 3 هنعرف ان المولكيول ده بيتكون من حاجة اصغر اسمها اتوم، اسمها ايه؟ اتوم. يبقى احنا الماتر بتتكون من مولكيولز والمولكيول بيتكون من اتوم. تمام، تاني يبقى الماتر كونسيست اوف مولكيول والمولكيول كونسيست اوف اتوم. هنعرف في ليسون 2 المولكيول وفي ليسون 3 هنعرف الاتوم. تمام، في البداية واتس مينت باي مولكيول، واتس مينت باي مولكيول. المولكيول ده بنقول ان المولكيول ده اللي هو the smallest part of matter which can exist freely and it has the properties of matter. تاني يبقى المولكيول ده اصغر حاجة موجودة في المتر، ممكن انها تبقى موجودة free ولها properties of matter، زي ما احنا شايفينه قدامنا. اللي احنا شايفينه ده molecule of water، الووتر ده بيتكون من حاجات بسيطة اسمها molecule اللي هي particles اللي موجودة في الووتر، ممكن انها تبقى موجودة free بتتحرك free زي ما احنا شايفينها، وفي نفس الوقت ان لها the properties of matter، يعني molecule بتاع الووتر له نفس properties، له نفس خواص الووتر. تمام، يبقى نقول المولكيول تاني، المولكيول هنقول it is the smallest part of matter which can exist freely and it has the properties of matter. تاني the smallest part of matter which can exist freely and it has the properties of matter. فيبقى المولكيول زي ما احنا عرفنا ان هو اصغر حاجة موجودة في الماتر، ممكن انها تبقى موجودة free، بتتحرك بفري بحرية، وعندها properties of matter، لها نفس خواص المادة اللي هي بتتكون منها. تمام، هنعمل experiment، تجربة نثبت بيها الديفينيشن ده، التعريف ده، ان الماتر دي بتتكون من حاجة بسيطة اسمها molecule. تمام، هنقول ان الاكسبيرمنت ده to show the matter is composed of molecules which have the properties of matter. تجربة هنثبت بيها ان الماتر بتتكون من molecule. طب ايه الادوات اللي احنا نحتاجها؟ مش نحتاج غير perfume bottle، ازازة perfume، وهنقف في one corner of the room، هنقف في corner كده في الأوضة في جنب كده، ونرش رش البرفيم ونشوف، هنلاقي ان ريحة البرفيم ده انتشرت في كل انحاء الغرفة. هنقول the smell of perfume or the odor of perfume spread in all direction of water. طب ليه؟ زي ما احنا شايفين، اللي احنا شايفينه ان البرفيم اللي خارج من البوتل دي بيتجزأ لأجزاء صغيرة، الأجزاء الصغيرة ده بتتحرك in all direction في كل الاتجاهات. البارتيكلز الصغيرين دول اللي هي الاجزاء الصغيره دي بنسميها مولكيول. تاني يبقى احنا هنقف في كورنر، هنرش رش البرفيوم، ايه اللي هيحصل؟ ايه الاوبزرفيشن اللي احنا نلاحظه او اللي احنا نشوفه؟ هنقول ان الاودر اللي هي ريحه البرفيوم spreads all over the room، spread all over the room، انتشرت في كل انحاء الغرفه. تمام، واحنا لو خدنا ازازه البرفيوم ده وشفنا الماس بتاعتها وزنناها على الميزان قبل ما نرش وبعد ما نرش، هنلاقي ان الماس اوف ذا بيكر او الماس اوف بوتل ديكريزز، معنى كده ان الماس قلت، معنى ان الماس قلت يبقى في حاجه خرجت منها. فالحاجه اللي خرجت دي اللي هو البرفيوم اللي هي بنسميها المولكيول، بنسميها ايه؟ المولكيول. فبنقول ان احنا لو رشينا برفيوم هنلاقي ان البرفيوم spread in all direction. ليه؟ لان المولكيولز دول in continuous motion، بيتحركوا على طول. يبقى نطلع من الاكسبيرمنت دي اللي هي الاكسبلينيشن، بنقول ان الماتر اوف بيرفيم بتتقسم لحاجات صغيره اللي هي البارتيكلز. البارتيكلز دول cannot be seen by naked eyes، ما بنقدرش نشوفهم بعينينا، but we can see
them by using a microscope. نقدر نشوفهم بالميكروسكوب. البارتيكلز دول بنسميهم مولكيول. اسمهم ايه؟ مولكيول. وان هم spread all over room keeping the properties of the perfume. لهم نفس البروبرتيز ولهم نفس خواص البرفيوم ده. فالمولكيول اللي انا بشمه ده هو له نفس ريحه نفس الاودر بتاع البرفيوم ده. يبقى احنا نطلع من الاكسبيرمنت ان الماتر كونسيست اوف سمول بارتيكل كولد مولكيول. والمولكيول ده اللي هو هاد ذا بروبرتيز اوف ذا برفيوم. هاد ذا بروبرتيز اوف برفيوم. تمام. ده اكسبيرمنت تو شو ذات ماتر از كومبوست اوف مولكيولز ويتش هاف ذا بروبرتيز اوف ماتر. تمام. تاني يبقى ان الماتر consist of molecules. وطلعنا من الاكسبيرمنت ده ان الماتر consist of برفيوم. نيجي بعد كده احنا هنتعرف في الليسون ده هناخد في الليسون ده ثلاث حاجات مهمه جدا. اول حاجه اللي احنا شايفينها قدامنا اللي هي البروبرتيز اوف مولكيولز اوف ماتر. وهناخد بعد كده ريليشن بتوين ذا تمبريتشر اوف ذا ماتر اند اتس فيزيكال ستيت. وبعد كده في نهايه الليسون ان شاء الله هناخد الماتر اند مولكيولز. ماتر اند مولكيولز. طب هنبدا بالبروبرتيز اوف ذا مولكيول. خواص المولكيول. ايه خواص المولكيول؟ المولكيول له 3 بروبرتيز. ثلاث خواص. اول حاجه ان المولكيولز اوف ماتر are in a state of continuous motion. يعني في حالة حركة مستمرة. يبقى المولكيولز بتاع المادة في حالة حركة مستمرة. In continuous motion. Number two, بنقول ان في space between molecules. Space between molecules. يبقى المولكيولز دول في space مسافات بينهم. المسافات دي بنسميها intermolecular spaces. Intermolecular spaces. فتاني خاصية من المولكيول بنقول there are intermolecular spaces among the molecules of matter. يبقى في مسافات موجودة بين المولكيولز of matter. Number three, بنقول ان المولكيولز دول بيتمسكوا ببعض او بيعملوا band together. بيتجذبوا لبعض. بينجذبوا ببعض عن طريق فورس. الفورس دي بنسميها intermolecular forces او بنسميها attraction force اللي هي قوة الجاذبية. اللي هي القوة اللي بتجذب المولكيولز وبتخليهم مرتبطين ومسكين مع بعض. فدول كده 3 properties of molecules of matter. بنقول ان المولكيولز are in continuous motion. بنقول there are intermolecular spaces among molecules of matter. Three, there are intermolecular or attraction force among the molecules of matter. هناخد على كل property من ده هناخد experiment نحقق بيها ونثبت بيها to prove these properties. نثبت بيها البروبرتي وناخد بالنا ان كل experiment هناخده هيبقى عليه سؤالين مهمين جدا جدا. السؤال الاولاني اللي هو give reason. والسؤال التاني اللي هو what happens when. فنركز قوي. نيجي على اول حاجه اللي هي المولكيولز اوف ماتر ار ان ستيت اوف كونتينوس موشن. يبقى المولكيولز دول في حاله حركه مستمره. المولكيولز اي ماده احنا شايفينها قدامنا مكوناتها اللي هي بتتكون منها اللي سميناها مولكيولز. المولكيولز دول ار ان كونتينوس موشن يعني في حاله حركه مستمره مش بتقف. اول حاجه قلنا المولكيولز اوف ماتر ار ان كونتينوس موشن. هنعمل اكسبيرمنت نثبت بيها. الاكسبيرمنت هناخد في الاكسبيرمنت ثلاث حاجات. هناخد الستبس والاوبزرفيشن. الستبس طبعا الخطوات اللي احنا هنعملها. الاوبزرفيشن اللي احنا هنشوفه. وفي النهايه بناخد الكونكلوجنز. الكونكلوجنز ده الحاجه اللي احنا هنستنتجها. هنعمل الاكسبيرمنت. بنقول بنجيب ماده. الماده ده اسمها بوتاسيوم برمنجانات. البوتاسيوم برمنجانات الكلر بتاعها فايلوت. فبنقول عليها فايولت بوتاسيوم برمنجانات. ونحط الماده دي في الووتر. ايه اللي هيحصل؟ زي ما احنا شايفين قدامنا كده. شايفين احنا لما حطينا البوتاسيوم برمنجانات ان ووتر لقينا ان الكالر بتاعها سبريد ان اول دايركشن ان ذا ووتر. حصل لها ايه؟ سبريد ان اول دايركشن ان ذا ووتر. يبقى ده اكسبيرمنت. زي بالظبط لما نجيب دروب اوف انك نقطه حبر ونحطها في الميه. هنلاقي ان الكالر بتاع الانك انتشر في كل اجزاء المية. زي ما احنا شايفين الاكسبيرمنت ده. يبقى المادة اللي احنا حطناها دي اسمها ايه؟ اسمها بوتاسيوم برمنجانات. اسمها ايه؟ بوتاسيوم برمنجانات. البوتاسيوم برمنجانات الكالر بتاعها ايه؟ فايولوت. طيب الفايولوت كالر اوف بوتاسيوم برمنجانات لما نحطه في الووتر ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي ان الكالر او فايولوت كالر spread in all direction in the water. spread in all direction in the water. نيجي على الاوبزرفيشن. ايه الاوبزرفيشن بقى؟ هنقول ان الفايولوت كالر اوف برمنجانات او بوتاسيوم برمنجانات spreads gradually through the water. spread in all direction of the water. تاني يبقى الفايولوت كالر اوف برمنجانات spreads in all direction in the water.
ليه بقى؟ ايه ال conclusions اللي احنا نعرفه من هنا؟ هال conclusion بنقول ان ال molecules of matter are in continuous motion، يبقى ال molecules دول في حالة حركة مستمرة. نقولهم تاني، يبقى ال experiment تاني يجي هنا بقى ايه السؤالين المهمين جدا، يجي يقول له what happens when a violet color potassium of potassium permanganate in glass beaker containing water، what happens؟ اللي يحصل لو انا حطيت البوتاسيوم برمنجانات في الووتر، اللي جابها تقول ايه؟ هنقول because what happens، هنقول هنقول ان الفايلو كولر spread in all direction in the water، spread in all direction in the water. ممكن يجيب لي السؤال ده في صيغه give reason، يقول لي give reason the violet color of potassium permanganate is spread in all direction in the water. يبقى الإجابة سهلة، أقوله because molecules of matter are in continuous motion. نعيد سؤالين تاني. What happens when if we put a violet color of potassium permanganate in the water؟ لو أنا حطيت the violet color of potassium permanganate in the water إيه اللي هيحصل؟ هقول إن the violet color is spread in all direction. The violet color is spread in all direction. طب لو قلنا give reason ليه ال violet color spread in all direction، هقول because molecules are in continuous motion. يعني because molecules are in continuous motion. يبقى دول سؤالين مهمين جدا. تاني، يبقى potassium permanganate in glass beaker containing water، what happens؟ هقول له violet color is spread in all direction. تاني، violet color is spread in all direction. طب لو قال لي why، هقول له because molecules are in continuous motion. تاني، because molecules are in continuous motion. ده كده الاكسبيرمنت الاولى ان احنا اثبتنا بيها ان المولكولز ار ان كونتينوس موشن. طبعا ممكن نغير بقى، مش لازم بوتاسيوم برمنجنات، ممكن نحط دروب اوف انك، نقطه حبر، هنقول نفس الاجابه ان الكالر سبريد ان اول دايركشن بيكوز مولكولز ار ان كونتينوس موشن. ممكن بقى اي كالر لما نحطه في الووتر سبريد، ليه؟ بيكوز مولكولز ار ان كونتينوس موشن. وزيها برضو بيقول لي ان في تمام. ده كده احنا عرفنا من الاكسبيرمنت ده ان المولكولز اوف ماتر ار ان كونتينوس موشن. طب نيجي بعد كده للستيتس اوف ماتر. ستيتس اوف ماتر، طبعا احنا عارفين ان الستيتس اوف ماتر سوليد ليكويد اند جاز، والسوليد كونسيست اوف مولكولز، والليكويد برضه بيتكون من مولكولز، والجاز كونسيست اوف مولكولز. طيب واحنا عرفنا ان المولكولز ار ان كونتينوس موشن، طب المولكولز اوف سوليد بيتحرك ازاي؟ هنلاقي ان المولكولز اوف سوليد زي ما احنا شايفينها بيتحرك حركه ليميتد، بنقول عليها ليميتد. يبقى الحركه بتاع السوليد مولكولز از ليميتد، او بنقول عليها فايبريشنال، يعني بتتهز في مكانها. ده بالنسبه للليكويد بنقول هي مور فري، يعني اكبر اكتر من الليكويد من السوليد شويه، فبنقول عليها مور فري. طب وبالنسبه للجاز بنقول عليها كومبليتلي فري، كومبليتلي فري. يبقى تاني، يبقى المولكولز اوف ماتر ار ان ستيت اوف كونتينوس موشن، بالنسبه للسوليد بنقول عليها ليميتد فايبريشنال، بالنسبه للليكويد بنقول عليها مور فري، بالنسبه للجاز بنقول عليها كومبليتلي فري. يبقى ده اول بروبرتي اوف مولكيول، ان هو المولكيولز ار ان كونتينوس موشن. نيجي على البروبرتي الثانيه اللي هي المولكيولز، ها في سبيس بتوين مولكيولز، السبيس دي اتفقنا ان احنا بنسميها انتر مولكيولر سبيسز. يجي يقول لي واتس مينت باي انتر مولكيولر سبيسز، احنا شايفين مولكيول اهو، ده الووتر مولكيول، في تو مولكيولز، بين المولكيول والمولكيول في سبيس اللي هو الارو اللي احنا شايفينه قدامنا ده. الارو ده اللي هو السبيس اللي بين المولكيولز، السبيس اللي بين المولكيولز، فالمسافه دي بنسميها انتر مولكيولر سبيسز، بنسميها ايه؟ انتر مولكيولر سبيسز. يبقى نيجي نقول واتس مينت باي انتر مولكيولر سبيسز، هنقول ذا سبيسز ذات ار فاوند امونج ذا مولكيولز اوف ماتر، يعني سبيسز ذات ار فاوند امونج ذا مولكيولز اوف ماتر، ده سبيس موجوده بين المولكيولز اوف ماتر. تمام. تاني، what's meant by intermolecular spaces، ها the spaces that are found among the molecules of matter، ده space موجوده بين المولكيولز اوف ماتر. نعمل اكسبيرمنت عشان نثبت بيها السبيس اللي موجوده بين المولكيولز اوف ماتر. نفس الكلام، هيبقى عندنا ستابس، هيبقى عندنا اوبزرفيشن، هيبقى عندنا كونكلوجنز. نبدا بالاكسبيرمنت اللي احنا شايفينه قدامنا. هنجيب سلندر، السلندر ده هنحط فيه 25 سنتيمتر كيوبك اوف ايثال الكحول، يبقى نحط فيه 25 سنتيمتر كيوبك من الكحول،
والتاني ده هنحط فيه برضو 25 سنتيمتر كيوبيك اوف ووتر، يبقى ده contains 25 كيوبيك سنتيمتر وده contains 25 كيوبيك سنتيمتر. طب لو عملنا ميكس للاتنين، خلطنا الاتنين، طبعا ماثيماتيكلي على حسب الماث هنقول ان 25 بلس 25 المفترض ان هو يطلع 50، بس لما عملنا الميكس للاتنين الاثايل الكحول مع الووتر لقينا الفوليوم اوف ميكتشر اقل من 50 كيوبيك سنتيمتر، اقل من 50. ليه اقل من 50؟ عشان في سبيس بين الموليكولز، فالموليكولز اوف الكحول دخلت في المسافات اللي موجوده بين الموليكولز اوف ووتر، دخلت فين؟ يبقى الاكسبيرمنت هنا هنقول ان هو بوت 25 كيوبيك سنتيمتر اوف ووتر ان جرادويتد سيلندر ونضيف عليهم 25 كيوبيك سنتيمتر اوف الكحول تو ذا ووتر. الاوبزرفيشن اللي احنا نشوفها هنقول ان الفوليوم اوف ميكتشر ويل بي ليس ذان 50 كيوبيك سنتيمتر، يبقى الفوليوم هنا اقل من 50 كيوبيك سنتيمتر. ليه؟ بسبب الانتر موليكيولر سبيسز امونج موليكولز، بسبب ان في مسافات موجوده بين الموليكولز اوف ماتر. نيجي بقى على السؤالين المهمين بقى، وات هابنز وجيف ريزون. السؤال الاولاني اللي هو وات هابنز، يجي يقول لي وات هابنز مثلا فور اكزامبلز وات هابن ميكسينج 25 كيوبيك سنتيمتر اوف الكحول تو 25 كيوبيك سنتيمتر اوف ووتر. يبقى لو احنا خلطنا 25 سنتيمتر كيوبيك اوف ووتر مع 25 كيوبيك سنتيمتر اوف الكحول اللي يحصل وات هابنز؟ اقول له the volume of mixture will be less than 50 cubic centimeter. طبعا على حسب ممكن يخلف الرقمين، ممكن يقول لي 50 و50 يبقى اقول له less than 100. على حسب الرقمين اللي هم هيدوهم لي اعمل addition لهم، اجمعهم واقول less than. تمام؟ طيب لو قال لي give reason ليه الفوليوم اوف ميكتشر اقل من 50 كيوبيك سنتيمتر، هقول له due to the intermolecular spaces among molecules of matter، بسبب ان موجود في مسافات بين المولكولز اوف ماتر. تمام؟ يبقى ده اكتيفيتي 2، هنقول ان there are intermolecular spaces among molecules of matter، يبقى في spaces among molecules of matter. تعالوا نتعرف على spaces ده في السوليد والليكويد و الجاز. السبيس في السوليد شكلها ازاي وفي الليكويد شكلها ازاي وفي الجاز شكلها ازاي. نيجي في السوليد، ده شكل السوليد، طبعا الموليكولز متلزقين مع بعض، لازقين في بعض، قريبين جدا من بعض، فالسبيسز او المسافات اللي موجوده بين سوليد موليكولز اوف سوليد فبنقول عليها very small. يبقى السبيسز بنقول عليها هنا ايه؟ very small، او بنقول عليها tiny او narrow، يعني قريبين جدا من بعض. بالنسبه للليكويد المسافات اكبر من السوليد شويه فبنقول عليها large. بالنسبه للجاز المسافات كبيره جدا جدا فبنقول عليها very large. تاني، يبقى the spaces among molecules of matter في solid the spaces between molecules of solid is very small، في liquid بنقول عليها large، في الجاز بنقول عليها very large. ويبقى كده خلصنا experiment 2 اللي هي the spaces among molecules of matter، spaces among molecules of matter. نيجي على experiment 3 اللي هي قلنا عليها the attraction force among molecules of matter، في قوة جذب بتجذب المولكولز، بتخلي المولكولز bend together، يعني متماسكين مع بعض، ملزقين لبعض او متشابكين مع بعض. الفورس دي بنسميها intermolecular force. intermolecular force، يبقى what's meant by intermolecular force؟ هنقول the force that bends the molecules of matter together، يبقى الفورس اللي بتشبك او بتخلي المولكولز ماسكين في بعض. تاني، يبقى what's meant by intermolecular force؟ هنقول the force that bend the molecules of matter together. تاني، the force that bends the molecules of matter. طيب تعالوا نعمل experiment عشان نثبت بيها ال intermolecular force. هنثبت بيها مين؟ ال intermolecular force. ال activity طبعا زي ما تعودنا steps expect steps، وعندنا الobservation وعندنا conclusion. طيب الستبس هنا جاب لي experiment، والexperiment السهلة ممكن نقدر نعملها، بقول لي try to break a piece of iron with your fingers or by hammering it، يعني لو جبنا حتة حديدة وحاولت افتتها فتفيك كده using your finger بصوابعك، طبعا هيبقى الموضوع صعب جدا 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 جدا. ليه؟ كنا بنقول في lesson 1 ان الايرن ده is hardness، يعني صلب. تمام؟ هنا بقى هنقول إجابة مختلفة شوية. طيب هنعمل experiment تانية، هنقول إن هناخد شوية water، amount of water، والamount of water ده هنقسمه into smaller cups، هناخده ونقسمه في كوبايات صغيرة. تمام؟ هنطلع من الexperiment ده بإيه؟ إيه الobservation؟ هنلاقي إن البيس اوف ايرون صعب إن أنا أكسرها by
fingers. Okay, for oil, it's difficult to break the iron pieces, while it's easy to divide the amount of water into portions. يبقى الموضوع في الايرن صعب جدا ان انا فتفت الايرن بس سهل جدا ان انا اقسم شويه الووتر انتو سمولر كابس. تمام، بسبب ايه بقى؟ ايه المشكله في الموضوع ده؟ ايه اللي عمل لي الموضوع ده؟ بقول ان السؤال برضو هيجي جي فيجن يقول لي اتس ديفيكولت تو بريك ذا ايرن بيسز، ليه صعب ان انا اكسر الايرن بيسز يوزنج اور فينجرز بصوابعنا؟ بقول بسبب ايه؟ بسبب ان الاتراكشن فورس امونج مولكيولز از فيري سترونج. بسبب ايه تاني؟ الاتراكشن فورس امونج مولكيولز از فيري سترونج ان سوليد. طب وبالنسبه للليكويد اتس ايزي تو ديفايد ان اماونت اوف ووتر، سهل ان انا اقسم كميه ووتر انتو سمولر كابس. ليه؟ بقول because the attraction force among molecules is weak in liquid. يبقى قوه التجاذب بين المولكيولز في السوليد is very strong، في الليكويد بتبقى weak، وفي الجاز طبعا بتبقى very weak. نطلع من الاكسبيرمنت ده بايه؟ ان في attraction force between molecules of matter. الاتراكشن فورس ده بنسميه ايه؟ intermolecular force. تمام، طب الانترمولكيولر فورس او قوه التجاذب بين المولكيولز اوف ماتر في السوليد والليكويد والجاز عامل ايه؟ تعالوا نشوف. الانترمولكيولر فورس في السوليد از فيري سترونج، قوه التجاذب بين المولكيولز از فيري سترونج، وعشان كده لما قال لي اتس ديفيكلت تو بريك ا بيس اوف ايرن يوزنج يور فينجرز، يعني صعب ان انت تفتفت حته ايرن يوزنج يور فينجر، اقول له بيكوز ذا اتراكشن فورس امونج مولكيولز از فيري سترونج. طب هي سهله في الليكويد عشان اتراكشن فورس از weak، وفي الجاز is very weak او بقول عليه almost not exist. يبقى احنا كده عرفنا ال molecules are in continuous motion، عرفنا ان ال molecules في spaces بينهم، مسافات بينهم، المسافات دي سميناها intermolecular space، وعرفنا ان في قوة تجاذب، قوة التجاذب ده بنسميها intermolecular force. نجمع كل اللي احنا قلناه بالنسبه للسوليد والليكويد والجاز. طبعا هنبدا في الموشن. الموشن في السوليد بنقول عليها ليمتد او بنقول عليها فايبريشنال، يعني بتتهز في مكانها. في الليكويد الحركه بتاع المولكيولز اوف ليكويد بتبقى مور فري، يبقى اكتر حريه من السوليد. وفي الجاز بنقول عليها كومبليتلي فري. نيجي على النمبر 2 اللي هو الانترمولكيولر سبيسز، اللي هي المسافات اللي موجوده بين المولكيولز. في السوليد بنقول عليها فيري سمول، في الليكويد بنقول عليها لارج، في الجاز بنقول عليها فيري لارج. نمبر 3 انترمولكيولر فورس. انترمولكيولر فورس قوه التجاذب بين المولكيولز، في السوليد بتبقى فيري سترونج، في الليكويد بتبقى ويك، والجاز بتبقى very weak او بنقول عليها almost not exist، يعني تقريبا مش موجودة او منعدمة. وبسبب كده ان السوليد بيبقى عنده definite volume، يبقى حجمه ثابت، حجمه ما بيتغيرش. يعني لو خدت حتة سوليد ونقلتها من مكان لمكان هلاقي الفوليوم بتاعها مش بتغير. كذلك برضو الليكويد، الليكويد عنده ديفينيت فوليوم، يبقى حجم ثابت، حجمه ما بيتغيرش. انما الجاز حجمه بيتغير، بياخد حجم الكونتينر اللي هو موجود فيه. بالنسبه للشيب، السوليد برضو الشيب بتاعه ما بيتغيرش، فبنقول عليه ان هو ديفينيت شيب. فيبقى عندنا السوليد ديفينيت فوليوم ديفينيت شيب، الليكويد بيبقى ديفينيت فوليوم بس الشيب بتاعه بيتغير، بياخد شكل الاناء اللي هو موجود فيه. فبنقول عليه take the shape of its container، take the shape of its container. فبنقول ان هو definite volume and indefinite shape، definite volume and indefinite shape. والجاز بنقول indefinite volume and indefinite shape، indefinite volume and indefinite shape. ويبقى كده عملنا comparison بين solid liquid and gas من حيث motion of molecules، حركة المولكيولز، ومن حيث the spaces among molecules اللي هي المسافات اللي موجودة في بين المولكيولز، والانترمولكيولر فورس اللي هي قوة التجاذب اللي بتخلي المولكيولز متماسكين مع بعض، وخدنا من حيث الفوليوم ومن حيث الشيب. ويبقى كده خلصنا أول حاجة في الليسون اللي هي properties of molecules. هتبقى لنا the relation between the temperature of matter and its physical state. هناخد العلاقة بين temperature وال الستيت، يعني السوليد والليكويد والجاز، لو سخنا السوليد يحصل له ايه، ولو سخنا الليكويد يحصل له ايه، وهكذا. وفي النهايه هناخد الماتر اند مولكيولز، هنقسم المولكيولز ده لالمنت وكومباوند. كل ده هنشوفه ان شاء الله في بارت 2. هسيب لكم طبعا يبقى كده احنا خلصنا، بارت 1. هسيب لكم ان شاء الله في الديسكربشن فيديوهات ليسون 1، ولو حد عنده سؤال اكتبه لي في الكومنتات، وان شاء الله هيبقى في فيديو جاي على البارت 2.
واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.